بسم الله. عندنا النهارده تركيب غسالة بيكو. أول حاجة عندنا ده مكان الملح، بنفتح الملح كده أول مرة في استعمالنا، بنملى ديت مية أول مرة بس في استعمالنا، ونحط نص كيلو ملح. طبعا القمع بتاعها بيجي معاها البيكو، ونقوم قافلين في لمبة بره، كل لما تنور هنحط نص كيلو تاني. عندي هنا دوت بيبقى المكان اللي هو الفلتر اللي بنضفه كل غسلتين تلاتة، بلفه نص لفة بطلعه على الحوض بغسله وبرجعه تاني بلفه اتجاه اليمين يتربط. كارت الرص عندي هنا زي الشقة، برص اطباق السرفيس هي اللي بتبقى تحت، الاطباق العالية اللي بتبقى تحت هنا، الشوك المعالق السكاكين هي اللي بتبقى هنا. عندي جميع الحلل ما عدا الالمونيا تيفال بارك ساج ستانلس، بحطها مقلوبة عكس ما بستعملها، اللي هو انا محتاج انزل دول بضغطهم كده بينزلوا، عاوز اطلعهم تاني بطلعهم اهو، بقفل كده بلف الريشه لو في اي حاجه تعوقها بشيلها. عندي هنا اطباق الخضار، اطباق الجبن، اطباق جاتو، بحط كوبايات مقلوبه كده، بحط كوبايات دي سنادت كوبايات، وهنا نفس الكلام لو عاوز احط هنا فنجان احط الطبق الصغير بتاعه هنا مقلوب عليه مفيش مشكله. عندي اقفل هنا مكان الزيت، الزيت طبعا بحط الزيت لغايه ما يظهر قدامي واقفل في لمبه بره للزيت، يبقى انا عندي لمبه للزيت كل ما يخلص هينور، ولمبه للملح كل ما يخلص هينور. عندي هنا ان كان اقراص هنحط قرص كل غسلة، ان كان باودر بحط معلقة باودر كبيرة، وبقوم قافل كل مرة بتلاقيه مفتوح تلقائي. اول ما اقفل الباب ابدأ افتح الباور. فتحنا الباور عندي اول بروجرام دوت اللي هو الايكو، ايكو ده بيبقى موفر للكهرباء بيوفر مية بس درجة حرارته قليلة ووقته طويل قوي، يعني تقريبا 3 ساعات. البرنامج دوت يعني مش هينضف الدهون التقيلة. البرنامج دوت عندي الغدا زي ما بنقول في الشتاء اللي هو الدهون الشديدة، بعد كده الغدا في الصيف اللي هو الدهون اللي هي مش اللي هي تعتبر ايه سايحه شويه. عند بعد كده هنا بنسميه الفطار والعشاء، الحاجات اللي ما فيهاش دهون او حاجات بسيطه جدا من الدهون. البرنامج دوت تقريبا ساعه ونص. عند هنا البرنامج ده نص ساعه. البرنامج دوت اللي هو كوبايات كاسات فناجين كان عنده ضيوف او حاجه، مش اللي هو في حاجات شديده. طبعا بعد ما اظبط البروجرام المفروض اللي انا هعمله هدوس ستارت هتشتغل، لو انا محتاج هافلود نص حموله بضغط على دوت. عندي طبعا هنا لمبه السولد الملح، لو الملح ناقص ده هتنور، لو الزيت ناقص ده هتنور. طبعا بمجرد ما انا هدوس ستارت عندي هنا الاون دي منوره، بمجرد ما افتح الاكره بمجرد ما هدوس ستارت هتنور لي الوش، الوش نورت عندي، بعدين دراي تكفيف، بعدين اند خلصت بس يبقى نص عشان عمليه التكفيف، لو فتحت على طول تلاقي الحاجه مبلوله. الغسالة خلصت عاوز اغسل تاني اريحها زي ما اشتغلت، لو برنامج ساعتين اريحها ساعتين، لو برنامج ساعة اريحها ساعة. طبعا بعد ما تخلص بقفل على الاوف. شكرا.